مساكم الله بالخير وحياكم الله. خلاص ما انت خلاص ايش هذا هو اكل ملابس صواخن ما توقف من هذي، لا الاكل ولا الملابس ولا الصواخن لا توقف منهم، وشرط تصير مية مية والله ينجيك من الامراض ان شاء الله. بس تدفى واشرب صواخن وتمشي في الاسواق وخسر ليش كذا، خسر حق العيال واشتر لهم ودفوا عيالكم، ما لا تنسون تدفونهم. هذا انا اقول لكم ملابس اشتي لازم منها، والسواخن حتى العيال علموهم على السواخن، يعني الولد علموه يشرب الكرك وعلموه يشرب الحليب الساخن والشاهي والقهوة. وعليكم بلعبكم ملابس اشتي لازم منها وعلموه يشرب الحليب الساخن.